يا شيخ، إنسان احتلم وهو صائم، هل يتم صومه أم يقطعه إذا كان في رمضان؟ هذا هل هذا باختياره؟ مو باختياره. طيب، شروط مفسدات الصوم ثلاثة: أن يكون ذاكرا، عالما، قاصدا. عرفت؟ أي مثل كل شيء يكون إنسان ناسي أو جاهل أو بغير اختياره ما على الشيء. جزاك الله خير. عرفت؟ جزاك الله خير. لو أكلت الناس يفسد الصيام كل ما يفسد. جاهل تحسب الشمس قد غربت ما يفسد. تمضمضت ودخل الماء إلى جوفك بغير قصد ما يفسد. إذا عرفت الشروط هذه استرحت.